كيف يتغير الواقع؟ كيف يتبدل الحال؟ وأمتنا ضيعت الصلوات لما تنزل قول الله جل في علاه على النبي صلى الله عليه وسلم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم باكيا، يقول: يا جبريل، تضيع أمتي الصلاة؟ يا جبريل، تضيع أمتي الصلاة؟ قال: يا محمد، يأتي أقوام من أمتك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قليل. فضيعت الصلوات وارتكبت المحرمات، كيف يستقيم الحال؟ وكيف يتربى المجتمع على الفضيلة إن لم يحافظ على الصلوات؟ أليست الصلاة هي التي تنهانا عن الفواحش والمنكرات؟ أليست الصلاة هي التي تنهانا عن الفواحش والمنكرات؟ يكفينا أمرا ربانيا واحدا حتى نعلم عظم قدر الصلاة عند الله. أما يكفيك أن الله افترضها فوق السماوات؟ أما يكفيك أن تعلم من قدر الصلاة وعظم شأنها عند الله أنها فرضت فوق سبع سماوات وهو بالأفق الأعلى؟ ادنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، أمره بخمسين صلاة فلا زال يخفف عنا حتى جعلت خمس صلوات بأجر خمسين، خمس صلوات بأجر خمسين. الصلاة نور، كيف تستطيع أن تسير في الظلمات؟ كثير يتخبطون، كثير يشتكون من الهموم والغموم، علاجهم الانضمام إلى صفوف المصلين، مآسي الشباب في كل مكان، وعلاجهم ادخلوا بيوت الرحمن، انضبطوا في صفوف المصلين.